مرحبا، بلش بقشطي. هلا دائما غايه الدكتور انه بيجي عند المريض مشان ايش؟ اكيد مشان يشخص مرضه ويعالج. نحن قبل ما نشخص الانسداد بهمنا كذا هدف، انه نوصل مو بس لتشخيص الانسداد، لانه العلاج راح يتاثر بعده شغلات. بهمنا انه نشخص الانسداد اذا كان دائما لقد يعني، واذا كان جزء اللي بيعمل، اذا كان بسيط او مختلف، وبهمنا نعرف السبب. بالنسبه للتشخيص، اول شيء رح نبلش بشكل نبلش انه الخطوات بالاول نبلش القصه بناخذ منها مثل ما شفنا الاعراض مع الزميل حسن، وبعدهم بنشوف كمان من القصه المرضيه انه اذا في عنده امراض سابقه ممكن تاثر او عمليات جراحيه. امراض سابقه مثل امراض الاعراض الالتهابيه مثل الكرون وعمليات جراحيه سابقه ممكن تاثر تسبب الاصابه. ثاني شيء بعد القصه السريريه هو الفحص السريري. الفحص السريري مثل ما شفنا انه بالاليه المرضيه او الاعراض، اول شيء ممكن انه نشوف تجفاف، علامات تجفاف عند المريض. علامات تجفاف ممكن تؤدي الى علامات نقص الحجم، تسرع القلب، انخفاض الضغط، تمدد البطن والفتوح. بالفحص السريري ممكن نشوفهم. والندى الجراحيه كمان بتمنع، ممكن المريض ما يتلقى انه يساوي عمل جراحي او يكون نسي مثلا. وبالجاز كمان ممكن انه نشوف كتلين عند المريض. هلا بعد الفحص السريري في عندنا التقييم المخبري. هلا هو انه ما بيفيدنا كل هذا. المهم بالتقييم المخبري انه نشوف الحاله عم تتطور، السبب البدايه. فبدايه الانسداد ممكن نشوف العلامات المخبريه كلها طبيعيه. كل ما طولت اكثر رح نشوف التجفاف مثل بالفحص السريري، بس هون بالمخبري تجفاف ممكن نشوف قلق او انخفاض بشوارد البوتاسيوم. اذا تقدمت الحاله اكثر وصار في اختناق نتيجه تجمع المواد الطعاميه، هون الجراثيم المعويه ممكن تتكسر اكثر وتصير تساوي امراضيات فترتفع السبيل. هلا بنروح بعد التقييم المخبري للتقييم الشعاعي. صراحه التقييم الشعاعي هو انه اكثر شيء ممكن يوجهنا او نصير انه متاكدين انه نحن بنسداد معه. كل العلامات والاعراض هي بتوجه بشكل كبير، بس انه التاكيد بالشعاع. اول شيء نبدا بالابسط والارخص طبعا، الصوره البسيطه. الصوره البسيطه للبطن ممكن نبدا بوضعيه الاستبقاء او بوضعيه الهبوط. رح نشوف عندنا توسع الاعراض المعويه. توسع الاعراض المعويه بيكون من الاعراض الدقيقه بالمركز وبيكون عرضاني اكثر من طولاني. بالكورونا بيكون بالعكس، توسع محيطي وطولاني. وراح يصير في عندنا كمان ندرك الهواء في الكورون، فمثل ما احنا شايفين بمركز البطن في توسع قرار معويه، بالمحيط ما احنا شايفين هالنظهر. بعد فتره لما تجمع السوائل كمان رح نشوف السويات السائله الغازيه. هاي مثل ما احنا شايفين سويات السائله الغازيه، عم نشوف نفس مصدر اتساع الامعاء، بس في انه سويه، في خط عم تفصل بين السوائل والغازات اللي فوق. سويات السائله الغازيه لو الانسداد هيك مظهرها ممكن يكون اقل من هيك. كل ما كانت اكبر عدد السويات السائله الغازيه معناها الانسداد رح يكون مربع ابعد. وبالانسداد الخزري بيكون غالبا توسع الامعاء بشكل منتشر اكثر من الانسدادات الاقرب، لانه قلنا تكون كل الامعاء فقيره عاديه. هلا هون هي الصوره طبيعيه ما شايفين فيها مظاهر انسداد. ليش؟ في شيء عندنا اسمه السلبيه الكاذبه. السلبيه الكاذبه يعني نحن في عندنا انسداد بس ما عم نشوفها بالاشعه، هتخرب علينا. هون في سببين انه اساسيين. اول شيء ممكن تكون حاله ببدايتها، فهون ممكن ما نشوفه لسه. الشغله الثانيه هي انه ممكن يكون الانسداد بمستوى عالي، يعني مثلا بالعفج، فهون انه كمان ما راح نشوف التوسع اللي بنشوفه من المنطقه اللي قبل الانسداد، فراح تبين. هلا الصورة بسيطة، نحن هنيك أخذنا صورة بسيطة حاضر. هون مع مادة صغيرة. المادة الصغيرة ممكن إنه تشربها إياها للمريض، أو إذا ما كانت هيك الشغلات ممكن إنه بالإن جي كيو اللي هو بالعافية المعدي. ممكن تكون مادة مواد صغيرة باريوم أو جاستروجرافين، هو عبارة عن مادة محلل الماء. إيش بيفيدنا الصورة الصغيرة؟ بتفيدنا بموقع الانسداد. هلا هون نحن على الصورة شايفين الأمعاء الدقيقة اللي هي بالمركز ملونة والكولونات ملونه، هذا دليل انه الماده الصغيره ماشيه.
يعني ما في موقع سكان، بس شفنا ان الطبع المادة الصغيرة معناها عرفنا الموقع، هاي هو الفائدة. ثاني شيء تحديد السبب، ممكن فينا تحديد السبب، ممكن لما بيكون مثلا اورام، اورام ما راح النطقة اللي اكل الورم ما راح تظهر ضمن المنعه، راح تظهر بالقسم الثلاثي. هاي انه بتفيدنا بكشف الاسباب. في كمان فائده علاجيه ونظريه في بس بدنا نشوفها. هلا بدنا نشوفها بعدهم العلاج. هلا هذا جاستروجرافي مثلا تحت الخط الاحمر. مولع انه كلمه اجنبيه ما عرفها القاموس. بتفيدنا لما بيكون احنا عندنا بالاليه المرضيه اخر شيء بصير عندنا اختناق. فالاختناق ممكن يؤدي لتنخر، التنخر ممكن يؤدي لانصقاب الامعاء. فالمواد الصغيره ما كفايتها اذا اعطيتها انه ما تاثر، لا البولي ممكن يعمل التهاب بالبطن اذا كان في انصقاب طلعت من البيت. فالجاستروجرافي بما انه ما دام حدد الماء هذا بيكون يعني الطف، فلذلك انا اعطيته بتكون فعلا احسن. هلا عشان الفائده العلاجيه والانذاريه ناخذ لكم سكرين شوت ونرجع لكم. هلا بالتشخيص خلصنا الصورة البسيطة، نروح على السيتي سكان. نحن هلا بنرجع أول شيء للصورة البسيطة، إذا ما شفنا شيء ممكن نروح على الطبق المحوري. الطبق المحوري التظاهرات اللي فيها تقريبا نفس الشيء كأنه وصف. رح يصير في عندنا توسع بالأمعاء القريبة، أول شيء هي الصورة الطبق المحوري الطبيعية. شايفين اللون الأبيض هذا الأمعاء الدقيقة. وال هون هذا الكولون، هون هذا الكولون. هون ما عندي توسع، هي صورة طبيعية. الصورة المرضية رح يصير في عندي توسع بالأمعاء القريبة اللي قبل الانسداد. هي هي هون في توسع، ورح يصير في عندي إزالة للضغط، بالتالي رح تنكمش أو يعني تظهر المعمعة تبعت المنطقة اللي بعد الانسداد هون بالبفائفة وهون بالكولون كمان شايفينها مطلقة. كمان المادة الصغيرة راح تنقطع وما راح تمر للمنطقه اللي بعد الانسداد، مثل فكره الماده الصغيره بالصوره البسيطه. بالكولون كمان عندنا نفس الوصف بالصوره البسيطه، راح نشوف اما غازات او صواعق قليله او ما راح نشوف ابدا. هلا السي تي هيك حكينا بالانسداد، مثل تصنيف الانسداد انه انسداد عادي، في انسداد اللي شفناه اللي هو الكلوست لوب اللي هو المغلقه. الطبق المحوري رح نشوف نفس مظهر الانسداد، توسع بالامعاء القريبه، بس في عندنا هذا المظهر اللي شايفينه هون، الماده الصغيره ما وصلت للمنطقه اللي هي عروه مغلقه، صار في انه انكماش قبل او تسكر التروه فما وصلت الماده الصغيره. شوف هون مبين هاي المنطقه اللي مسكره، رح تبين بشكل يو او سي، يو شيب او سي شيب ريليتد تو. هلا الطبقي حكينا على اول مغلقه، رح نحكي كمان عن التظاهر تبع الانسداد المختنق. الانسداد المختنق قلنا هو نتيجه بعد كل شيء وصلنا للاخير اللي هو التنخر. بما انه صار تنخر رح يبلش تنخر من السطح المحاضي هو الماء الجدار لفوق. فبما انه عندي غازات وسوائل رح نشوف نتيجه الانضغاط رح تتسمك الجدار تبع الامعاء ورح يدخل هواء بالجدار قبل ما يصير انصقاب المرحله الاخيره. فهون شايفين هوا بين داخل الجدار بس هم في الجدار، وممكن نشوف غاز في وريد الباب هون بالعمل بالصورة. هلا بما انه حكينا نحن عن تشخيص الانسداد بشكل عام، بس قلنا في اسباب انه نحكي عنها انه هي مهمه، فرح نحكي عن تشخيصها بكلام بسيط. نحن ما بندرس هاي الامراض. هلا الاتصالات يعني ما في شيء بيميزها غير القصه السريريه، انه في عندنا امراض قبل او امراض عمليات جراحيه او امراض الامعاء الالتهابيه ممكن توجهنا كثير. زائد نفي الاسباب الثانيه بالصوره البسيطه او سي، ما شفنا شيء فغالبا بنتوجه للاصابات. الفطر بالفحص السريري هنا بالجس ممكن انه نشوف في منطقه مندمجه، هي بتدلنا على الفطر في الاماكن معروفه غالبا فطر كراوي. ممكن اذا ما شفنا لسه نحن محتاجين خاص مخصوصين انه لا في كتب، ممكن نعمل ايكو او سي دي او ار اي، بس هدول قليل ما نسويها. في عندنا هي صوره سي دي حطينا لكم اياها، تشوفوا الفتر عند السهم. الانغلاف المعوي اكثر شيء مشخص له الاستقصاءات هو الايكو، رح نشوف هي العلامه.
حد عنده فكرة شو اسمها؟ نفس الهدف. هاي بالسي دي كمان، كمان على نفس الهدف. هلا خلصنا من التشخيص، هننتقل للعلاج. علاج صح، نحن في عندنا علاج مثل ما عم نفكر علاج محافظ وعلاج جراحي، بس في شغله اخذناها قبل شوي سكرين شوت رجعنا لكم اياها مشان نحكي عنها. الجاستروجرافين ايش بيفيدنا كعلاج؟ الفائده العلاجيه اللي منه انه نحن في حالات بعض حالات الانسداد الجزئي ممكن انه بحقن الماده الظليله انه يعني ينحل. شلون؟ نحن عم نحقن الماده الظليله عم نسوي ارتفاع ضغط من داخل الجمعة. فاحد اسباب الانسداد اللي هو المغيلات حكينا عنه انه النمع اروع خلطه من النمع الواحد. فاذا كان لسه الانتخاب بسيط فهون ممكن هالضغط يطالعها فسوينا حل. هاي مثال. الفائده الانذاريه انه شافوا انه ممكن اذا اعطينا المريض هالحقنه وتركناه 24 ساعه وشفنا بعدهم رجعنا سوينا صوره ظليله فشفنا انه هاي الماده الظليله ما مرت على الكورونا. هاي اذا ما مرت غالبا رح نتوجه للجراحه، اذا شفناها مرت خلص يعني الله دائما ان شاء الله بالعلاج المحافظ تكون وضعه سليم. هلا بنروح على العلاج المحافظ. العلاج المحافظ قبل ما نحكي عنه وين نستخدمه رح نحكي ايش بنستخدم فيه طبعا. رح نستخدم السوائل ضمن المريض لانه حكينا انه رح يصير عنده تجفاف عند المريض وبطل سوائل ضمن جسمه كلها رح تروح لمنطقه الانسداد فهون رح نعوضه نحن واكيد هو بمعنى بصير عنده اوكي غير ضخم مع السوائل الحمويه زي الوريدي. القسطره الوريدي القسطره مسانيه عشان نشوف الارواق انه كويس اللي عم نعطيه السوائل والقسطره المركزيه هي مشان اذا في عنده خصوصي مرضى القلب مشان ما نعطي سوائل ويصير عنده مشاكل ثانيه. الانتي بايوتكس يعني هذا انه صار فيه اشكال انه نعطي لما نعطي انه ممكن لسه ما وصل لمرحله انه الانترنت الجراثيم انه بتشتغل وتساوي بس غالبا عم بيعطوه مشان انه القايم يعني او اذا كان ما احنا متقدمين خلاص يعني الوصفه الان جي كيو مشان نفرغ المعده من المفرزات الخارجيه والامعاء طبعا المفرزات تطلع من الجهاز الهضمي وتصحيح الشوارد نحن حكينا انه ممكن انه الشوارد تختل يعني نتيجه المرض ممكن انه اذا كان اهم شيء عندنا الانسداد الفزلي ممكن يكون احد اسبابه هو اضطرابات الشوارد فمتى ما عوضناه ممكن انه خلاص حلينا المشكله تقريبا. هلا العلاج المحافظ ايمتى لازم نستخدمه بشكل بدئي يعني ما نتوجه للجيران ايش هي الحالات؟ الانسداد الجزئي بشكل عام نحن دائما ما بنعمل علاج محافظ لو كنا نعمل جراحه بس انه ايما بتكون الحاله تقريبا الانسداد الجزئي قلنا بعض حالات الانسداد الكامل ايما اكيد الانسداد الكامل بيبقى احسن انه تقول انه يعني الكل بيقول انه جراحه بس في حالات ممكن نعطي محافظ من البدايه هي الحالات اللي ننفي فيها اهم شيء انه ننفي وجود انسداد بالعروه المغلقه ووجود الاختناق وشغله ثانيه مهمه انه لازم نراقبه مراقبه حساسه للمريض مشان ننتبه لاي تطور سريع. ده اكرون كمان نعطي علاج محافظ. الكارسينوماتوسيس التسرطن انتشار السرطان في الجسم. وحاله الفتره الباكره بعد عمل الجراحي انه ممكن الامعاء تكون لسه فيها كسل فنحن بنفكر كمان انه لسه في انسداد بس هو انسداد ومجرد علاج محافظ ممكن يتعافى المريض. نتوجه للجراحة هلا بعد ما حكينا عن علاج المحافظ. الجراحة أكيد في الانسداد الكامل. الانسداد الكامل بوصل لمرحلة إنه يعني شفنا المريض تعب بقولوا إنه مثل حكمة إنه لازم المريض ما تطلع الشمس وتغيب عليه ولسه ما عملنا له الانسداد الكامل يعني كارثة. الانسداد الجزئي إيمتى بنستخدم الجراحة؟ في عنا حالتين إذا أعطينا علاج محافظ وتمت أعراض مستمرة ل 48 ساعة. ثاني شيء إذا كنا عم نعطي علاج محافظ بعدين فجأة شفنا في أعراض التهاب للبيكون. هون كمان رأسا بنتدخل على الجراحة. هلا الإجراء الجراحي شو بدنا نسوي؟ في عندنا حسب السبب وفي عندنا حسب عيوشية الأمعاء الموجودة. العيوشية إنه نشوف الأمعاء هل ممكن إنه فيها مثلا صار تنقل أو شيء؟ لا. أهم شيء بالحكم السريري نحن بشكل عام
المشهد ده كان اكبر على لون الامعاء وعلى حركيه الامعاء وعلى النبضات العشريه شرايين الامعاء. ممكن في حالات ثانيه بس انه ما نستخدم هذه الاشكال. هلا نعيوشيكي اذا كان الامعاء يعني خلاص مفقود امل منها خلاص نستقصها. في حالات انه ممكن بس احنا محتارين النوع يعني ممكن نكمل الامعاء لسه في عيوشيه ده لا. هون اذا كانت في عندنا حالتين اذا كانت المقطعه اللي يعني محتارين فيها طويله هون انه ممكن انه نستنى نعطيها 48 ساعه بعدهم نشوف اذا لسه في هلا هي 48 ساعه ما راح تاثر كثير بنطلع انه اذا لسه بتقدر تكمل خلاص بنترك المنطقه اللي فقدت العيوشيه خلال 48 ساعه بنشيلها خلاص. إذا كانت قطعة قصيرة بنشيلها لأنه ما راح تستمر. بالنسبة للأسباب بتضيف صفقات مفكة بالعمل الجراحي طبعا الفتوق من الردة بنصلحها ومن قوي منطقة الضعف الانغلاف مثل ما قلنا إنه ممكن بالجسر الجراحين وفي كمان ضمن العمل الجراحي ممكن إنه الدكاترة الجراحين إنه يسحبوها بس طبعا مو سهل بسرعة عملهم والأورام من المستقصي الأورام. الله هاي كملخص للجراحة فيكم تستفيدوا هو لخص كل الحكي بس في فكرة مهمة إنه الطب المختنق هذا كمان أصلاً عن الجراحة مباشرة. هلا في فكرة عن الجراحة التنظيرية هاي إنه بشر شيء بهاي الفترة فالجراحة التنظيرية صار إجراء ناجح إذا كان إنه الجراح إنه عبدالله راح يسبب تعافي اكثر واختلاطاته اقل راح يكلف اقل كمان خصوصا انه الاستشفاء راح يتم المريض من مشفى كثير هي اختلاطاته اقل. هلا ايمتى بنستخدم التنظير جراحه تنظيريه؟ بنستخدمها اذا كنا بمرحله باكره بنستخدمها لما بيكون في عندنا انبساطات يعني انه في شايفين انه لما صورنا الصوره البسيطه او الطبقه شفنا انه في مسافه داخل البطن في مسافه خارقه الاتساع اذا كان في الانسداد الامعاء والاتساع الامعاء اذا كان كبير ومغطي فانا ما راح اشوفه كثير اذا دخلت التنظير راح اذي اكثر من اعالجه. بما انه بنستخدمه في المعالجه اذا كان الاتساع كبير واذا كان مرحله متقدمه. ما خلص تصميم تشخيص وعلاج راح ننتقل لزميلي عدنان راح يحكي عن الحاله السريه.